السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض محشي الكرنب بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله هتعجبكم. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناة وتعملي لي لايك وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. هنعمل مع بعض النهاردة الكرنب من الالف للياء. هنسلقه مع بعض، هنقطعه مع بعض ونعمل التسبيكة بتاعة المحشي. يلا بينا نقول بسم الله. اول حاجة معايا الراس دي كده هشيلها. تمام، اول حاجة قبل ما هنقطع الكرنبية وانت بتشتريها، تمام، هاتيها تكون مهوية ما تكونش مكتمة. هاتيها تكون مفرغة كده ومهوية كده، ما تكونش مكتمة علشان ما يتبقاش كلها عروق وايه وما تبقاش حلوة. تمام، نجيبها من هنا كده. تمام، ونقطعها داير ما يدور. اهي، تمام، بالشكل ده كده. اهي الكرنباية معايا بالشكل ده كده. انا حاطه ميه على النار بتغلي علشان نسلق فيها الكرنب. قبل ما نسلق الكرنب لما الميه تغلي يلا بينا نعمل تسبيكه محشي علشان هتاخد وقت. معايا هنا حل على النار، حطيت فيها معلقتين كبار من السمنه ومعلقتين كبار وثلاث معالق كبار من الزيت وسبتهم يسخنوا كده. ومعايا هنا ثلاث بصلات كبار، ثلاث بصلات كبار. احنا بنكتر في البصل علشان خاطر المحشي بيحب بصل كتير وسمنه وزيت كتير. تمام، اشوحه، انا هشوحه بس مش هدبله ولا هحمره، لا انا هشوحه بس. بيتشوح معايا بالطريقه دي كده. معايا للكرنباية دي معايا كيلو من الطماطم، قد شفشق كده من الطماطم، حط معايا ربع معلقة من الملح المبهر. يتحمصوا معايا، انا زي ما انا قلت لكم الملح المبهر ده معايا ملح ابيض وفلفل وكمون بس. خلاص كده هما اتشوحوا معايا وريحتهم طلعت. انزل بقى بالطماطم. بسم الله، انزل بقى بالتوابل. معايا هنا معلقتين من الملح المبهر، ومعايا معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة من الكمون. تمام، وطبعا احنا حطينا ملح، ومعلقة كبيرة من السكر علشان حموضة الصلصة. نقلب كده كله مع بعض، اسيبها بقى تتسبك براحتها. ويلا بينا نسلق الكرنب مع بعض. معايا هنا حل على النار، حطيت فيها الميه كده هتغلي، بدأت تغلي. احط معلقه كبيره من الملح ومعلقه من الكمون، نص معلقه كده من الكمون علشان خاطر الكرنب، ومعلقه كبيره من السكر. السكر بيدي طعم حلو للكرنب قوي. معايا كده الميه غلي كده، انزل بقى بالكرنبايه، انزل على وشها الاول. تمام، ويا دوب بس احركها كده دقيقه واحده. طبعا كرنب الشتا ما بتحملش السليق، يا دوب تغطسيها. تمام، خلاص كده اقلبها. بسم الله، اغطسها بقى كده بالشكل ده. اكون مجهزه جنبي طبق بلاستيك او اي طبق. تمام، يا دوب كده اطلع اشوف الكرنبايه ازاي اتك عليها كده.
لقيتها ايه لسه بتشد معايا، انزلها تاني. هي تبقى طريه، انتي هتشوفيها مش طريه قوي يعني اللي هي تتعجن الكرنبايه، الكرنبايه تتعجن، لا تبقى ايه معاكي اخدت السوا كده يعني تلات ارباع سوا. تمام خلاص كده شايفين الكرنبايه غيرت معايا. اشيل بقى. تمام واحده ورا التانيه، بسم الله يا دوب بس ايه 5 ثواني واشيل. معايا طبق بلاستيك كده بحط فيه، انا مش بطلعه مسلوق قوي، لا انا بحطه على بعضه علشان هيتسلقوا مع بعض كلهم على بعض قبل ما احط الميه. اشيل كده اكمل انا بقى الباقي ونرجع ايه نقطعه مع بعض. انا كده خلاص سلقت الكرنبايه بتاعتي كلها بالشكل ده كده، نزلت عليهم بميه ساقعه علشان اوقف سواها. تمام وغير برضو الميه علشان كنت حاطه فيها ملح. بمسك الورقه كده، انا ما برميش الورقه الخضراء لانها انا بحبها يعني بتبقى جميله. تمسكي الورقه كده، تمام انا ما بقطعهاش على رخامه ولا اي حاجه، لا انا بمسك الورقه كده تمام واقطع العرق بالشكل ده. اعمل بقى ايه، بمسك الورقيه كده واقطع معايا، عايزاه قصير طويل، عايزه صباع المحشي يبقى قصير طويل شويه اللي تحبيه. نعمل معاكوا تاني اهو، بمسك الورقه كده تمام، بمسك الورقه كده اقطع العرق الفه كده، اقطع برضو علشان اساوي بالشكل ده كده. تمام اقطع بقى العرض الطول او العرض اللي انت عاوزاه. تمام نعمل مع بعض تاني، امسك الورقه كده بالشكل ده كده تمام كده اهو، واقطع وابرم الف كده، ابرمها كده بالشكل ده واقطع دي علشان اسويها، واقطع الطول اللي انا عاوزاه. تمام طبعا كلنا بنعرف نعمل وكلنا شطار في تقطيع الكرنب، بس لسه بنانيت صغيرين بتعلموا لسه، فاحنا بنعلمهم بنعمل مع بعض. وايه والتكات برضو بتفرق زي ما انا بقول، المحشي ما تكتريش فيه بهارات، دي نصيحة. انت عايزة تاكلي طعم مش عايزة تاكلي بهارات. انا دايما بقول النفس او الاكل مش بالبهارات، مش بكتر البهارات. تمام ممكن كتر البهارات تضيع لك طعم الاكلة اللي انت عاملاها بالشكل ده كده. اساوي اقطع الطول اللي انا عاوزاه. تمام صغير بقى طويل اللي تحبيه. هخلص انا بقى بقيه الكميه. انا كده معايا خلصت الكميه كلها بالشكل ده كده. انا طبعا معايا الكرنبايه بتاعتي كلها ملونه بالشكل ده كده مش بيضه، ودي اجمل حاجه، بيبقى طعم المحشي معاكي خرافه. ماشي تمام. هنقطع بقى ازاي، لو انتوا مثلا البنات اللي لسه مبتدئه او مش عارفه تقطع بالصباع، بصابع كده صابع ده وتعملي عليه تقيسي عليه كده وتقطعي بالشكل ده كده وايه وتكملي بقى عليه، تكملي كله عليه بالشكل ده كده. تمام دي طريقه سهله وتسهل عليكي المحشي وانت بتحشي. وفي ناس بتسيب التقطيعه دي كده، بتسيبها
وبتحشي بقى ايه، بتحشي كده، بتحشي بتلف وتقطع، بتلف وتقطع. كل واحد يعني ايه يعمل اللي يريحه واللي متعود عليه. انا متعودة ان انا اقطع، ده بيسهل عليا ان انا اخلص حشية بسرعة، وكل واحد على حسب ما اتعود وبيعمل. تمام، نقطع بالشكل ده كده. نجيب معانا دي الطرف الاول نسويه بالشكل ده كده، ونقطع زي ما انا قلتلك. مش عارفه تقطعي بالصباع كده، صباعك كده وتقطعي على قده. تمام، العرق ده كده التخين ده انا مش عايزاه، هقطعه كده وارميه. تمام بالشكل ده كده، واساوي دي برضو الاخر. وبكده يكون خلصت خلاص كده الكرنب معايا، وقطعته بالشكل ده كده. دي الكرنباية بتاعتي دول بس، ودي كانت عندي وعملتها سلقتها برضو. الورق الابيض ده هنحشيهم معايا مع الكرنبة دي. تمام، ومعايا هنا الخضار خلاص غسلته وصفيته وخرطته بالشكل ده كده. ومعايا الرز برضو لسه هغسله، ومعايا لحمة تعالوا بينا نسلقها. معانا هنا حلة على النار بتغلي، انا هعمل اللحمة المرة دي علشان عاوزة الشوربة بتاعتي هتكون سمينة شوية، فانا هسلقها مش هشوحها. معايا بصلاية، انزل بقى باللحمة اللي معايا. طبعا اللحمة ما فيهاش زفارة ولا اي حاجة، يعني حتى لو اتشوحت او سلقتيها بيبقى طعمها جميل والشوربة بتاعتها بتبقى صافية. انا طبعا مش هحط الملح ومش هحط البهارات دلوقتي علشان ما تعملش معايا ريم من فوق. تمام، بغطي عليها. معايا هنا الصلصة بتاعتي خلاص خلصت بالشكل ده كده، اتسبكت معايا. اللحمة بتاعتنا عدى عليهم 5 دقايق، انزل بمعلقتين كبار من الملح المبهر، وربع معلقة بسيطة من الكمون، ربع معلقة من الفلفل الاسود، ورشة بسيطة من السكر بس. هي دي البهارات بتاعتي. سبت المية تغلي، وبعد كده حطيت بصلاية ورق لورا، وحطيت اللحمة، سقطت اللحمة، وبعد كده سبتهم 5 دقايق علشان ما تريمش معايا من فوق. بعد 5 دقايق حطيت معلقتين كبار من الملح المبهر اللي هو ملح وكمون وفلفل اسود، وحطيت فوقيهم برضو ربع معلقه من الفلفل الاسود وربع معلقه من الملح من الكمون، ورشه بسيطه من السكر. اغطي عليهم واسيبهم بقى يتسلقوا براحتهم. كده غسلت الرز كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. انزل بقى، انا مش بحطه على النار، مش هنزل طبعا بالصلصة كلها، لو صلصة اتبقت منك حطيها في الفريزر مش هيجرالها اي حاجة. اقلب وانزل بالخضرة، واقلب بالشكل ده كده. بسم الله، ريحة الخضرة مع الطماطم حاجة بسم الله ما شاء الله. حطيها، ما تحطهاش، مش تشوحيها على البوتاجاز، لا خليها كده على البارد كده، تبقى اجمل وبتبقى مفلفلة معاكي اكتر. تمام، ادوق على طرف المعلقة كده، ادوق كده اشوف عايزة مني ملح ولا ايه. طبعا عاوزه مني ملح، هحط ربع معلقه بسيطه بس من الملح. انا بحب الخضره، بحب الخضره انا في المحشي، بتبقى جميله وبتديها طعم خرافه، بتديها طعم خطير الخضره. انا حاطه حزمتين من الشبت وحزمتين من البقدونس وحزمتين من الكزبره، وبغسلهم الاول، بنقيهم كويس واغسلهم، وبعد كده بسيبهم يتصفوا وايه واخرطهم. انزل كمان بشوية من الصلصة علشان تحمر لي المحشي بتاعي.
انا بقول لك تاني، مش تحطي الخلطه على النار وتقلبيها وتشوحيهم مع بعض، لا مش بيطلع معاكي مش مفلفل. وفي ناس برضو بيعملوه ني في ني، البصل مش بيسبكوه، بيسبكوا بس يا دوب الطماطم، بيحط عليها البهارات بتاعتهم. انت عايزه تعملي كده برضو بيبقى حلو وجميل. احط بقى ايه، احط معلقتين كبار كده من الزيت علشان ايه يدونا لمعه المحشي بتاعنا. اقلب، هنقول تاني على المقادير والطريقه. انا عملت، حطيت بصل، 3 بصلات كبار على النار، شوحتهم بس يا دوب، ونزلت يعني ايه مش بالشبشق الطماطم كله، انا سبت منه شويه صغيرين ونزلت بيهم وسبتهم يتسبكوا. ونزلت بقى بايه، بالبهارات بتاعتي، الملح والكمون والفلفل الاسود ومعلقه السكر، بس هو ده اللي انا بحطه، ما بحطش حاجه تانية. على فكره انا سلقه الكرنب ده من بالليل، احنا طبعا في الشتاء، وكرنب الشتاء عادي لو احنا سلقناه وحطيناه في التلاجة من تحت مش هيجرى اي حاجه ولا هيريح. اللي مثلا موظفه او عندها شغل الصبح ومش بتقدر مثلا تقدرش تخلص كل الصبح يعني المحشي، تسلق تسلق يعني وتحشي وكده وتسوي، وهي عندها شغل فمش هتعرف، هي ممكن تسلق الكرنب من بالليل وتحشي عادي برضو، وقبل ما تسويه تاني يوم قبل ما تسويه بتطلعيه نص ساعة يهدى، وبعد كده بتحطي القعد بتاعه، بس القعد بتاعه ما بتحطيش كتير لانه بيبقى في التلاجة، فبيبقى ماسك شوية فهينزل ميته. تمام، انا كده خلصت، هجيب بس الحلة علشان نحشي مع بعض. انا معايا الحلة بتاعتي اللي انا كنت عاملة فيها لتسبيكة الصلصة، طبعا انا مش هغسلها لان كده كده هنحشي فيها. تمام، انا بعمل ايه، انا مش بفرد الورقة كده، تمام، ما بفردهاش كده، افردها بقى كلها وغطيها كلها لانها بتمنع توزيع الحرارة للمحشي بتاعك من فوق. انا هخرطه كده بس، هاخد كام ورقة، انا ما برميش الورق الاخضر، انا بحطه في القعر، انا بحطه في الاول خالص، بيخلي طعم المحشي معاكي جميل، او والله بيبقى تحفة. الورق الاخضر ده بيبقى جميل جدا، احلى من الورق الابيض. بعدين انا معايا الورقة بتاعتي ملونة كلها، فدي احلى حاجة، بيبقى طعم بقى المحشي البلدي بقى في الشتاء، الكرنب البلدي بيبقى طعمه جميل جدا. طبعا احنا مخلصين، انا مخلصة كل حاجة من بالليل، سلقة الكرنب ومقطعاه من بالليل، وغسلة الخضار ومخرطاه، كنت حطاه في التلاجة وحط الكرنب مغطياه علشان ما يعملش ريحة في التلاجة. ولو كنت هقدر احشي كنت حشيد من بالليل، بس انا بصراحة كنت تعبانة فعلشان كده ما حشيتش. عادي انا بحشي في الايام العادية في الشتاء، لكن في الصيف ما ينفعش علشان الكرنب منك بيريح في الصيف. في الشتاء بحشي من بالليل وبسوي ايه على الصبح بس على تسوية اللحمة وخلاص. انا كده خلاص فردت كده بالشكل ده، اركن هنا كده، اجيب بقى الايه الورق الاخضر ده علشان احشيه. تمام، زي ما انا قلتلك في ناس ما بتقطعش، لو انت حابة ما تقطعيش، بتسيبيها اللفة على بعضها وبتحشي. تمام كده، وتقطعي وتحطي، تحشي وتقطعي وتحطي، انا ما بعرفش احشي كده فعشان كده ايه بقطع، التقطيع معايا بيديني سهوله بيسهل لي. تمام، انا بحط رز، ما بكترش كده في الرز في المحشي، وبتني كده. تمام، وبقلبها وبحشي كده، بوزع الرز كويس جدا، وايه ولو في رز زايد ولا اي حاجه بشيله، بتبقى معايا المحشيه ماسكه متماسكه كده وجميلة. في ناس بتحشي برضو كده، بتحط كده وبتفرد ايه وتلم كده، بتلم كده علشان تجمد المحشية، بس انا بحسها معايا مهوية يعني، كل واحد زي ما بيتعود يعني ان هو يحشي بالطريقة اللي هو حاببها. تمام، زي ما احنا قلنا، انتي حابة تحطي بهارات، بتحبي البهارات براحتك،
تحطي الاكل ده اذواق، والبهارات برضو اذواق اللي انت عاوزه تحطيه. عايزه تحطي كزبره، عايزه تحطي قرفه، عايزه تحطي شطه، عايزه تحطي بابريكا، عايزه تحطي اي حاجه، اي حاجه اللي انت بتحبيه حطيه. الاكل اذواق، تمام يا جماعه؟ الاكل اذواق. بس انا دايما بقول انا يا جماعة مش عايزة اكل بهارات، يعني انا مش عايزة احس بطعم البهارات. انا عايزة احس بطعم، انا عاوزة احس بطعم الاكل اللي انا ايه بعمله. عاوزة احس بطعم حبات الرز لما باكلها، بالخضار، بالصلصة، بالبصل، بالكرنبية نفسها، بصباع الصباع المحشي، صباع المحشي نفسه انا عايزة احس بيه. عايزة ايه؟ عايزة استمتع باكله وبطعمه. انا مش عايزة اكل بهارات، انا ما بحبش البهارات في انواع الطبيخ والمحاشي. ممكن على الفراخ، على البانيه، ان شاء الله هنعمل مع بعض البانيه وهوريكم طريقتي فيه، والستريبس والكريب والبيتزا والحمام الكذاب، حاجات كتير ان شاء الله هنعملها مع بعض. بس انا بعمل الاسهل وبعمل المتوفر عندنا كلنا الاول. اول حاجه هنعمل مع بعض القرص الطريه، وهنعمل الباتيه، حاجات جميله وان شاء الله تعجبكم. تنسوش تعملوا لايك، ها؟ ما تنسوش تعملوا لايك. ولو عجبك الفيديو وعجبك المحشي بتاعي تعملوا لي كومنت جميل كده، وتشيروا فيديوهاتي، يعني دعموني كده. انا ان شاء الله يعني هكبر ليكم وبيكم. يا رب اكون خفيفة على قلوبكم وفيديوهاتي تعجبكم والمحتوى بتاعي ايه بيعجبكم. اخلص انا السطر الاخضر وهوريكم انا برضو بلف السطر الابيض. انا كده برص المحشي بتاعي دايرة، برص دواير علشان يبقى متماسك معاكي او ما يفكش في السوا زي ما انت شايفة كده، بيبقى جميل. انا مش بكتمه، يعني مش بكبسه كله فوق بعضه، لا بسيب فراغات بينهم وبين بعض. انا حشيت السطر الاخضر وحشيت عليهم سطرين من الابيض، هوريكم الابيض انا بحشيه ازاي، بيبقى واضح شويه كده اهو. بمسكه وبحط شويه رز، ودي بقلبها كده وبقلب على ايدي كده وبحشي، تمام. اهي صباع المحشي ماسك نفسه بالطريقه دي كده، بتجيبي كده تمام، وتحطي الرز، ودي تقلبيها كده على حبات الرز على شوية الرز اللي احنا حطناهم، تمام. بتقفليها وتجيبي دي كده وتحشي، تمسكي ايه بايدك الاتنين، تمام. طبعا كلنا بنعرف نحشي، بس انا بتكلم على البنات اللي لسه داخلة المطبخ وبتتعلم. وكمان في بنات بتبقى متجوزة ولسه بتتعلم برضو. شوية الرز حطناهم، دي بقلبها كده، بغطي الرز واقلب دي كده هنا. بصي كده ماسكه صباعي ده على الرز علشان ما ايه ما يتفكش معايا، واقلب كده وامسك كده، وبعد كده كده شفتي بسحب كده، بسحب كده علشان بشد المحشيه معايا، مش تشديها قوي يعني، بشد المحشيه معايا علشان خاطر تمسك معايا. اوريكم واحده كمان اهي، ماسكاها على ايديا كده على اربع صوابع كده بالشكل ده، احط شويه رز مش كتير وافرد كده، اجيب الطرف ده، الطرف ده كده اجيبه هنا تمام، واغطي بيه الرز واحط ايديا عليه واقلب صباعي ده كده، اقلب تمام، وكده بايدي كده امسك كده وكده، صباعي ده وصباعي ده، صباعي ده وصباعي ده، واقلب كده واقلب وحشي وحشي. بيبقى معايا الصباع ماسك نفسه وجميل. هكمل انا بقى علشان اقعد.
نحط القعد بتاعه بتاع الشوربه ونشوف اللحمه بتاعتنا استوت، واوريكم الشوربه بتاعتي الجميله بعد ما سلقتها. ومعايا المحشي بتاعي خلص بالشكل ده كده، شايفين رصته جميله والصباع ماسك نفسه، ومش برضو مش مزوده محشي، مش مزوده رز في المحشي. المحشيه مش كبيره ولا حاجه، لا رفيعه زي ما انتم شايفين كده. ومعايا الشوربه هنا، شايفين الشوربه بتاعتي صافيه، شايفين الشوربه بتاعتي صافيه وجميله ومش عليها ريم ولا اي حاجه، علشان خاطر انا سلقتها كويس. شايفين؟ يلا بينا نحط قعد المحشي. زي ما احنا قلنا ما تكتريش في الشوربه، تمام. كرنب الشتاء مش بيتحمل الشوربه الكتير، يا دوب بس ايه اقلب كده، اهز الحله كده بس مش قوي، علشان خاطر ايه الرز ما يتفتحش معايا. تمام، يا دوب السطر الشوربه، شايفين السطر باين منها كده زي ما انتم شايفين كده. يا رب يكون الكاميرا بس واضحه اهو، كله خلاص انا غلفته كده بالشوربه. تمام خلاص كده، اغطي عليه واعلي عليه النار واسيبه بقى يغلي. قبل ما اغطي عليه، اي طبق عندك حطي كده عليه مش تتكي، تمام، وعلي عليه النار. واول ما يبقبق ويغلي كله كده شيل الطبق وهدي عليه النار علشان خاطر ما يتفتحش معاكي، تمام. نعمل مع بعض لسان العصفور، انا عملته قبل كده كتير بس هعمله برضو معاكي تاني، بما ان هنعمل محشي وكده فلازم نعمل كله مع بعض، يعني المحشي ولسان العصفور واللحمه، واوريكم يعني مره واثنين وثلاثه. طبعا اللحمه بتاعتي لسه ما استويتش، انا نقلتها وسبتها. هنشوف المحشي بتاعنا، بسم الله بدا ان هو يغلي. اول ما بيغلي انا بشيل الطبق على طول، مش بسيبه لما يغلي بعد كده يتشرب واشيل الطبق، لا اول ما الاقيه بيبقبق كده بشيل الطبق. في ناس كتير بتقول ان لسان عصفور بيعجن معانا، بيعجن معاكوا ليه؟ علشان خاطر انتوا بتسيبوه يستوي خالص. لا احنا بنحط الشوربه وبعد كده لسان العصفور يغلي وبنسويه، بنسوي عليه لما نلاقي الحبايه بتاعه لسان العصفور اتنفخت في الشوربه ولسه بتتكسر معايا بصعوبه. يبقى كده هنطفي عليه ونغطي عليه النار، فايه فبيزيد معانا، بيزيد وبيكمل سواه في قلب الشوربه، ما بتفتحيش عليه غير بعد 10 دقايق. هوريكم معايا المحشي مرحله مرحله، اللي ما بيعرفش يسويه زي ما انا قلت لك ما تكتريش الشوربه علشان ما يعجنش معاكي، يبقى مفلفل كده وجميل. خلاص كده وصل للون الذهبي، اهدي عليه النار واحط الشوربه واحدة واحدة، بسم الله. هتحطيش الشوربة على طول بسرعة علشان خاطر ما يفرش معاكي ويعمل لك دخان. كتري في الشوربة، كتر في الشوربة علشان لسان العصفور بتاعنا ما يعجنش منك، لما تكتري احسن ما يعجن معانا النار. واسيبه وهوريكم برضو المرحله اللي بيستوي فيها. خلاص المحشي بتاعنا كده بدا يبقبق، هشيل الطبق كل شويه كده اقلبه كده كل شويه. انا كده بدا يبقبق معايا، انا هديت عليه شويه النار، ما تعليش عليه قوي علشان ما يتفتحش منك. اطفي بقى اغطي عليه. يلا بينا اوريكم لسان العصفور المرحله اللي بتبتدي تستوي فيها، المرحله اللي بتبتدي تستوي فيها. شايفين الحبايه معايا نفخت، الحبايه معايا نفخت بالشكل ده كده،
امسك الحبايه، هي سخنه بس شويه. امسك الحبايه معايا كده، اتك عليها، الاقيها ايه بتتك بتتكسر معايا بصعوبه. هي اول ما تنفخ، اول ما تتنفخ كده بالشكل ده طفي عليها. انا كده هطفي عليها النار ومزودها شوربه. خلاص كده معايا المحشي بتاعي بيغلي تمام. انا هديت عليه زي ما انا قلت لكم، كل شويه بدور الحله. شايفين يا بنات معايا المحشي كده بعد ما خلص بكبكه والميه نشفت بالشكل ده كده. انا هديت عليه خالص واسيبه بقى يتشرب براحته تمام. هو بيقعد معايا ساعه الا ربع، وبعد كده اطفي عليه واسيبه 10 دقايق يتشرب. لسه برضو انا مهديه عليه النار خالص علشان يبطل بكبكه خالص خالص، وريحه المحشي معايا تطلع، يبقى كده اعرف ان المحشي استوى. واختبرها بواحده، اطلع واحده واشوفها واشوف الحبات الرز والمحشي وصباع المحشي معايا استوى ولا ايه، وبعد كده بطفي عليه النار. كده يكون المحشي بتاعنا الجميل استوى. يلا بينا نغرفه. بسم الله. وده طبق المحشي الخطير بتاعنا، جربيه ان شاء الله هيعجبك بجد. طعمه حلو جدا ومفلفل، مش نازل منه رز قد كده. هو كده كده اصلا لما انت بتسويه بيطلع منه ايه بعد حاجه من الرز، بس ايه مش معجن يعني وكده. شايفين انا بس حبيت ان انا اوريكم حبات الرز، حبات الرز ماسكه نفسها ومفلفله تمام. وطعمها حكايه بجد والله، جربيه بطريقتي ان شاء الله هيعجبك. شايفه طبق المحشي طعمه جميل جدا جدا جدا. ما تكتريش بهارات علشان تعرفي تاكلي المحشي يبقى جميل معاكي ويبقى مستوي وحلو بجد في منتهى الجمال. وده لسان العصفور بتاعنا، مش معجن وجميل. انا عملته معاكم مره قبل كده. يا رب يكون طريقتي في المحشي عجبتك. لو الفيديو بتاع النهارده عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.